السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي الكرام عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا إن شاء الله. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، دلوقتي إن شاء الله هنبدأ نعمل ريفيجن على كل اللي حضرتك درسته قبل كده، إذا كان بقى في ابتدائي أو في إعدادي، أو حتى لو كنت طالب في ثانوي فدرسته في أولى ثانوي. إن شاء الله هنبدأ نراجع على كل أساسيات الكيمستري اللي حضرتك محتاجها، إذا كنت طالب طالع من إعدادي داخل أولى، أو كنت طالب طالع من أولى داخل تانية، ففي الحالتين أنت هتبقى محتاج الريفيجن دي كويس جدا. في البداية خالص خلينا نتكلم من البداية، يعني من تحت خالص خالص خالص، وخلي بالك احنا دماغنا هتبقى قريبة من بعض، تمام؟ وهنبقى أصدقاء، فأنا عايزك تركز معايا في كل الكلام اللي هقوله لك. بص يا صديقي، واحد الله، دلوقتي الناس اللي داخلة من إعدادي رايحة أولى ثانوي، في كتير بيقول لهم الكيمياء دي صعبة جدا، الكيمياء دي ما فيش زيها اتنين. أحب أقول لك يا صديقي اللي داخل أولى ثانوي، بلاش تسمع لحد، بعد إذن سيادتك بلاش تسمع لحد، اسمع لصوتك أنت بس، وده مش هتعرف تسمع له إلا لما تجرب. تجرب مذاكرة كويس جدا، وطالما حضرتك قررت انك تاخد اونلاين يبقى لازم تبقى قاعد مركز كويس جدا في المحاضرة بتاعتنا، تمام؟ مش عايز اطول عليكم، وقبل ما ابدأ امسك ورقة او قلم واكتب النوتس اللي هقولك عليها. طبعا انا سايب لك الفايل تحت في الديسكريبشن، حمله وروح اطبعه علشان تكتب فيه النوتس اللي هنقول عليها بامر الله تعالى، تمام يا صديقي؟ تمام يا مستر. في البداية الناس اللي ما تعرفش عن الكيمستري، والله أنا في دكتور في الجامعة، دكتور ده كان اسمه دكتور جمال المليجي، يعني أنا كان ليا الشرف إني درست تحت إيديه. الدكتور دوت قال لنا علشان تقدر تحب الكيمستري، طبعا إحنا كنا أبلاي كيمستري كده جروب بتاع 10 أفراد اللي هم المتميزين في، تمام؟ الجروب دوت اللي هو الأبلاي كيمستري دوت كان بيدرس تحت ايد دكتور اسمه جمال المليجي، فقال لنا عشان تقدر تحب الكيمستري لازم تعرف الابليكيشن اوف كيمستري، تطبيقات الكيمياء. والله يا مستر سامح، احنا بنستخدم الكيمياء في ايه؟ بص يا حبيب قلبي، عينيك لو وقعت على اي حاجه حواليك هتلاقيها كيمياء، من اول ما بتصحى الصبح لغايه لما بتنام بالليل انت بتتعامل بكل الكيميكالز اللي ممكن تستخدمها اثناء اليوم. فانا هنا هو حبيت ابدا كلامي بالimportance of chemistry، أهمية الكيمياء أو الابليكيشن اوف كيمستري. طيب أهمية الكيمستري إيه يا مستر إسلام؟ والله أنا هصحى الصبح، فبداية يومي كده هقوم أخش الحمام، أغسل وشي، أهو المية اللي أنت بتغسل بيها وشك دي كيميكالز رمزها H2O، ده أول حاجة، يعني في كيمياء أهو في غسل الوش بس. همسك فرشة السنان وأبدأ أغسل سناني، فبرضه التوث بيست دوت اللي هو معجون السنان ده مصنوع من كيميكالز، وانا ليا اصدقائي شغالين في الحاجات ديت، تمام؟ في صناعه معجون السنان، متخرجين معايا من الكليه، كليه العلوم قسم كيمياء. فطبعا هتغسل سنانك، ده كيميكالز. طب يا مستر اسام تركيبه ايه؟ حضرتك لما تبدا تاخد الاستيب الاولانيه وخلاص قررت ان انت تدرس كيمستري وتحب الكيمستري، تبدا بقى تبقى ادفانسد شويه تشوف تركيب الحاجات دي ايه. لذلك من هنا ندي لحضرتك نصيحة، brush your teeth يا صديقي، تمام؟ طب تاني حاجة مستر اسلام، making that first cup of joe، يعني ايه مستر اسلام making that first cup of joe يا مستر؟ والله يا مستر اسلام هو يعني ايه cup of joe اصلا؟ خلي بالك ان جو ده اسم شخص عمل كوباية قهوة جميلة، فراحوا مسمين كوباية القهوة الجميلة cup of joe. فانت هتصحى خلاص دخلت خدت الشاور بتاعك والدش وغسلت سنانك وظبطت دنيتك، تطلع تعمل كوبايه النسكافيه بتاعتك، كوبايه القهوه، اهو القهوه دي فيها كافيين، الكافيين ده مركب كيميائي اصلا، يبقى انت الكيمياء كمان داخله في الحاجه اللي انت بتشربها، تخيل. طب ايه تاني يا مستر اسلام؟ ايتينج سيف فود. يعني ايه يا مستر؟ حضرتك الاكل اللي انت بتاكله بيبقى فيه بروتين وفيه فيتامينز وفيه فاتس وكربوهيدراتس اللي هي الفاتس اللي هي الليبيدز والحاجات دي، كل الكلام دوت عباره عن ايه؟ كيميكال كومباوند، يعني برضو الكيمياء داخله في الاكل اللي احنا بناكله. يعني يا مستر قصدك تقول لي ان الكيمستري مهمه قوي للدرجه دي؟ والله العظيم مهم، لان اوريدي انت بتستخدمها في حياتك، فلو انت مش حابب ان انت تدرسها على الاقل هتقرا استخدامات الكيمياء في حياتك علشان تبقى عارف انت بتستخدم ايه فيه كيميكالز وايه ما فيهوش كيميكالز، وطبعا مش هتلاقي حاجه ما فيهاش كيميكالز.
طيب بعد كده مستر اسلام، الكوكينج فود، ان انت تطبخ الاكل ده، طبيخ الاكل دوت، ان الام لما بتقف في المطبخ كده او الست لما بتقف في المطبخ وتطبخ الاكل، هي التفاعلات اللي بتعملها ديت هي بتبقى قصدها؟ لا، بس هي ليها تفاعلات بتحصل. يعني لما تيجي تسخن، التفاعل اسمه ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن. لما بتيجي تحط ملح، ده اسمه عمليه الذوبان. الملح ده عباره عن ايه؟ ان اي سي ال، صوديوم كلورايد. كيميكال ولا مش كيميكالز؟ كيميكالز يا مستر. فطبعا الكوكينج كمان عباره عن ايه يا مستر؟ عباره عن ابلكيشن اوف كيمستري، تطبيق لتطبيقات الكيمياء. يعني الكيمياء داخله في ادق التفاصيل بتاعتنا. يا مستر اسلام، ده مش بس وكده، الفارماسوتيكلز، انا مصدع مش قادر اخد برشام صداع. برشام صداع، برشام صداع مين اللي عاملها؟ الكيميائي. ما هو الكيميائي هو اللي راح عمل برشامة الصداع ديت يا صديقي. فبالتالي داخله كمان في الفارماسوتيكلز. ربنا يعافينا جميعا من اي امراض باذن الله. احب اقول لك سنه 2020 لما ظهر الراجل الزباله ده اللي هو الكورونا، ربنا يعافينا جميعا، مين اللي كان بيحارب الكورونا؟ الكيميائيين. ليه؟ ما هم اللي هيعملوا العلاج اللي هيحارب الكورونا، الفاكسين ده. فطبعا الكيمستري داخله في امور كتيره قوي في حياتنا. اقول لك على حاجه، التيشيرت اللي انت لابسه، تمام، التيشيرت اللي انت لابسه يا صديقي، تعرف ان هو فيه كيمستري في تكستايل اصلا؟ يعني في كل التيشيرت اللي انت لابسه دوت مركبات كيميائيه موجوده، بس حضرتك ما تطرقتش ان انت تقرا عنها حاجه. لما تفتح الفايل بتاعك اقرا الكلام اللي انا كاتبه ده. هو الكلام دوت كمعلومات عامه ليك، مش في منهج ولا حاجه ولا درسته قبل كده، بس انا بقول لك الابلكيشن اوف كيمستري اللي انت، الكيمستري اللي انت مخضوض منها قوي ديت، لا هي سهله، هي مش صعبه، بس محتاجه مذاكره، محتاجه مذاكره اول باول، تمام. طيب لو انت لعيب كوره، الكيمستري اوف فوتبول شيرت، بص مركبات كيميائيه قد ايه جوه التيشيرت، من كالرينج بقى اللي هو الدايز بقى والتكستايل والحاجات دي كلها، تمام. طبعا هنا هو ده داي، انا جبت تيشيرت ابيض ورحت طابعه كده اهو. خلي بالك ان شاء الله الناس بتوع السنتر او بتوع الاونلاين باذن الله تعالى تابعت بيج مستر اسلام عبد العظيم كيمستري على الفيسبوك عشان تعرف المواعيد. الناس اللي هتبقى معانا ان شاء الله هنعمل لها جوائز زي دي باذن الله تعالى، تمام يا صديقي. دلوقتي حبيب قلبي انت بدات تتعرف على ان الكيمستري موجوده في حياتنا اوريدي. انا جبت لك سام اكزامبلز بس، يعني حاجه بسيطه كده، مش كل الاكزامبلز طبعا، جبت لك حاجات بسيطه بس عشان ما ادوشكش. دلوقتي بقى نقدر نخش نتعرف على الاساس خالص بتاع الكيمستري. بدانا نتعرف على الابلكيشن اوف كيمستري واستخدامات الكيمياء، وبعد ما تعرفنا على استخدامات الكيمياء نبدا بقى نشوف الكيمياء ديت بادئه منين. والله حبيب قلبي خليني اقول لك ان الكيمستري ديت بادئه، خليني اقول لحضرتك ان البدايه خالص في الكيمستري هي المتر. المتر بتاعت سيادتك ديت عباره عن ايه يا مستر اسلام؟ اي حاجه، اي حاجه حوالين حضرتك اسمها متر. انت نفسك اسمك متر، الريموت اللي في ده متر، انا متر، المايك متر، التيشيرت متر. فالمتر ديت عباره عن ايه؟ هي سبستنس. ايه هي السبستنس ديت؟ اي حاجه، ما يفرقش معايا يا صديقي اي سبستنس ان كانت ايه هي، تمام. والسبستنس ديت بتتكون من، لازم يكون ليها ايه؟ لازم يكون ليها ماس، ولازم يكون ليها ايه تاني يا مستر اسلام؟ ولازم تكون واخده مكان من المساحه اللي حواليها. تعال اوضح لك الاول يعني ايه ماس وفوليوم. يبقى معنى كلمه ماتر از اني سبستنس ويز ماس، ويز ايه؟ ماس، اند تيكس اب سبيس، تيكس اب سبيس باي هافينج فوليوم، وبتاخد مسافه او مساحه علشان بيبقى ليها فوليوم. طيب تعالى في البدايه خالص اعرفك يعني ايه ماس. يعني ايه ماس؟ الماس هو الماتر اللي موجوده جوه الاوبجكت، هي الاماونت اوف ماتر اللي موجوده جوه الاوبجكت. بمعنى شايف انت الكونتينر الصغير دوت؟ يا مستر اسلام انا شايف الكونتينر الصغير ده. الكونتينر دوت جواه ايه؟ قال لك حتى الان فاضي، يبقى ليه ماس. ماس قليله او كبيره مش هتفرق معايا دلوقتي. كلام جميل، كلام جميل. طب الراجل اللي جنبه ده لما نحط فيه اسلام اللي هو انا، يعني عسل، تمام، لما نحط فيه العسل في الحاله اللي زي دي ليه ماس ولا ملوش ماس؟ ليه ماس. زادت ولا قلت؟ لا، ماسه زادت شويه يا مستر. ليه؟ لان الماتر اللي موجوده فيه زادت. يبقى الاماونت اوف ماتر ان
in the body increased فبالتالي الماس هتزيد. طب لو زودت من اسلام شويه يعني حطيت عسل تاني فبالتالي الماس هتزيد اكتر، الماس هتزيد ايه؟ اكتر. فمعنى كلمه ماس هي كميه الماده اللي موجوده جوه البادي، كميه الماده اللي موجوده جوه البادي. فاهمين ولا عيد؟ فاهمين يا مستر. طب ما تيجي كده نفرق ما بين اسلام وما بين اي حاجه ضخمه، مثلا الحوت او الديناصور او الفيل. ايه اللي يخلي الماس بتاعت اسلام اقل والماس بتاعت الفيل اكتر اكبر؟ قال لك لان اسلام مثلا قلبه قد كده، الفيل قلبه قد كده. اسلام عنده كميه سوائل في جسمه قليله، الفيل عنده كميه سوائل اكبر، فبالتالي الماده اللي جوه اسلام اقل من الماده اللي جوه الفيل، فده بنسميه ايه؟ ماس. مش هيفيدك كتير الديفينيشن دوت، ما تحفظش الديفينيشن، افهم، ما تحفظش، افهم الديفينيشن دلوقتي، تمام؟ لان كل اللي هقوله لك ده المفروض هو عدى عليك قبل سابق، تمام يا مستر؟ تعال نبص كده الثلاثه دول، تقدر تجيب لي صوره تحطها في النص هنا اهوت؟ لا يا مستر. طب ليه؟ قال لك اصل انت لو حطيت صوره هتغطي عليهم، تمام؟ فهم شاغلين مساحه ولا مش شاغلين مساحه؟ اه واخدين مساحه، وطالما واخدين مساحه يبقى ليهم فوليوم ولا مالهمش؟ يبقى ليهم فوليوم. فمعنى كلمه فوليوم ان حاجه شغله مساحه معينه. فانا مثلا لو قعدت على كرسي في الحاله اللي زي ديت انا شغلت مساحه الكرسي، صح؟ طب لو حد عايز يقعد على نفس الكرسي هيعرف؟ لا طبعا. ليه؟ لان اسلام شغل المساحه بتاعت الكرسي. ففي الحاله اللي زي ديت الفوليوم معناه it is the space that occupied. occupied يعني اتشغلت بقى، اتشغلت بايه؟ by the body. يعني في مسافة أو مساحة، المساحة ديت كانت فاضية وحطينا فيها كرتونة، فخلاص الكرتونة شغلت المساحة ولا ما شغلتهاش؟ اه. فطب اما مثلا تخش القطة تقول لك ايه الدربكة اللي أنت عاملها دي؟ ايه الزحمة دي؟ ايه كل الحاجات دي؟ أنت لازم توضب الأوضة. فأنت كده تخش ترمي التيشيرت في أي حتة والبنطلون في أي حتة وترمي أي حاجة في أي حتة، فبتشغل مساحات كبيرة، فبالتالي ده اسمه فوليوم. الفوليوم ليه ميجرنج يونت اللي هي الكيوبيك سنتيمتر او الكيوبيك متر او حتى الليتر، تمام؟ الميجرنج دي هتبقى مهمه. طب بالنسبه للماس كان الجرام، دي الحاجات الصغننه، والكيلو جرام. ومن هنا انا اتعرفت على كلمه متر، خلاص انا اتعرفت على كلمه متر. طب الموليكيول بقى، المتر دي بتتكون من حاجه اصغر منها، اسمها ايه؟ اسمها موليكيول. الموليكيول ده سمولست بارت اوف متر، هو اصغر حاجه للماده، اصغر حاجه في الماده هي الموليكيول. كان بي اكزيست فريلي يعني ينفع يبقى موجود لوحده، ينفع يبقى موجود لوحده. ده مش بس وكده، ده كمان هاز بروبرتيز اوف ماتر، عنده نفس مواصفات الماده. لو احنا اعتبرنا ان الماتر دي هي الاب، فالجزء الصغير منه الموليكيول هو ابنه. فلو الماتر اللي هو الاب شخصيته كويسه فابنه اللي هو الابن هتطلع شخصيته كويسة، لو الاب مش كويس ابنه مش هيبقى كويس. انت مش واخد بالك؟ اب كويس ادي بروبرتي كويسة، ابن كويس عنده نفس البروبرتي، اب مش كويس يبقى عنده بروبرتي سيئة، ابن مش كويس فعنده نفس البروبرتي. فكده الموليكيول عنده بروبرتي لايك الماتر، يبقى هاز البروبرتيز اوف ماتر. انا ممكن اديها لك بطريقه ابسط من كده، قول لي يا مستر اديني طريقتك. بص يا سيدي، واحد ربك لا اله الا الله، لو احنا اعتبرنا ان الماتر ديت هي العماره، العماره دي فيها كام دور مثلا؟ يعني خمس ادوار. كام دور؟ خمس ادوار. انا عايز اعرف طول العماره قد ايه. طب مش العماره دي الدور الاول، الدور الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. فالاول، الثاني، الثالث، الرابع، ادي الخامس. في الحاله اللي زي ديت شايف الحيطه بتاعت الدور الاول؟ اه يا مستر اسلام، دي اسمها موليكيول. يبقى اصغر حاجه في العماره هي الموليكيول اللي بيبقى ليها نفس البروبرتيز. بمعنى ايه يا مستر اسلام؟ بمعنى ان لو طول الدور الاول ده 3 متر، الطول اللي فوق 3 متر، فانا هعرف طول العماره كله بكام؟ ما هو 3 في 5 هيبقى العماره كلها طولها 15. فانا عن طريق البروبرتي بتاعت الموليكيول عرفت البروبرتي بتاعت الماتر. وصلت؟
وصلت. طيب المولكيول ده بيتكون من ايه يا مستر؟ قال لك المولكيول ده بيتكون من اتومز. المولكيول الصغنن ده بيتكون من اتومز، يعني بيتكون من طوب صغير كده، هي دي الاتومز. الاتوم ديت لو انا جبت لك طوبه تقدر تبني عماره؟ لا طبعا. يبقى الطوبه اللي هي الاتوم ما ينفعش تبقى لوحدها، cannot be exist freely. عشان كده الاتومز it is a fundamental building unit. يعني ايه fundamental building unit؟ العماره ايه اكتر حاجه اساسيه فيها؟ هو الطوب، هو الطوب. فبالتالي طوبه فوق طوبه تعمل حيطه اللي هو المولكيول، حيطه فوق حيطه تعمل عماره اللي هي المتر. وصلت؟ يبقى هنا هو الاتوم دي ينفع تبقى موجوده لوحدها؟ لا يا مستر. طب اتوم جنب اتوم جنب اتوم تعمل مولكيول ينفع يبقى موجود لوحدها؟ اه انت ممكن تبقى ماشي في الشارع تلاقي حيطه لوحدها اللي هو السور مثلا، عادي المولكيول ممكن يبقى لوحده. مولكيول جنب مولكيول فوق مولكيول يعمل ايه؟ عماره. يبقى انت فهمت دلوقتي ان المتر هي عماره متكونه من حيطان اللي هي المولكيول، ينفع تبقى موجوده لوحدها وبتوريك البروبيرتي بتاعت العماره. المولكيول دي اللي هي الحيطه بتتكون من اتومز اللي هي الطوب. الاتومز ديت الطوبه الواحده ما ينفعش تبقى موجوده لوحدها، لازم تبقى جنب طوبه وفوقيها طوبه عشان تعمل حيطه. وصلت؟ وصلت. يبقى كده بيقول لك بص بص حتى cannot exist freely. فانا عايزك بقى دلوقتي يا صديقي وانت قاعد معايا تغمض عينيك وتفكر المستر قال ايه في السلايد دي انا استفدته. وقف الفيديو ولا وقف الفيديو يا دكتوره. انا استفدت ايه من الفيديو؟ انا استفدت ان انا عندي حاجه اسمها متر. المتر دي يا مستر اسلام هي سبستنس ليها ماس وفوليوم. عرفت الماس هو الماده اللي موجوده جوه الاوبجكت، فكل لما الماده اللي موجوده جوه الاوبجكت زادت كل لما الماس زادت. عرفت كمان ايه يا مستر اسلام؟ عرفت معنى كلمه فوليوم؟ هو المساحة أو السبيس ذات اوكوبايد باي ان اوبجكت، المساحة اللي شغالها اوبجكت معين أو شيء معين، فمش هينفع نحط حاجة تانية مكانها، فخلاص المساحة دي اتملت. بعد كده عرفت إن الماتر دي بتتكون من مولكيول، المولكيول دوت كان اكزيست فريلي يعني ينفع يبقى موجود لوحده، وفي نفس الوقت يا مستر ليه البروبيرتيز أو شورت بروبيرتيز بتاعت الإيه؟ الماتر. المولكيول بيتكون من حاجة أصغر منه اسمها أتوم. اهو الاتوم ديت يا صديقي كانت بي اكزيست فريلي ما ينفعش تبقى موجوده لوحدها، وطبعا اتوم جنب اتوم تعمل مولكيول. وافتكر اللي انا بقول لك عليه ان الاتوم هي طوبه، ان المولكيول هو حيطه، وان الماتر هي برافو عليك هي العماره يا صديقي. هي الايه يا صديقي؟ العماره يا صديقي. تمام تمام جدا يا مستر اسلام. تعال بقى نمسك واحده واحده كده اهوت يا صديقي ونبدا في الماتر كونستراكشن. احنا في السلايد اللي فاتت ديت عارف احنا عملنا ايه؟ عملت ايه يا مستر اسلام؟ انا بدات اعرفك بس اعمل لك اوفر فيو، اقول لك ايه الماتر المولكيول وبعد كده ايه الاتوم. دلوقتي بقى هنمسك المولكيول لوحده والاتوم لوحدها ونبدا نشوف. في البدايه خالص انا لسه قايل لك ان الماتر كونستراكشن تركيب الماده بيبدا بالمولكيول. فالمولكيول عباره عن ايه يا مستر؟ هو اصغر بارت، خلي بالك من كلمه بارت دي، ها هو جزء بس مش بيلدينج يونت. يعني بيلدينج يونت اللي هي الاتوم، انما ده سمولست بارت، جزء من الماتر، جزء من ايه؟ كان اكزيست فريلي وكمان شو البروبرتي اوف ماتر. خليني اقول لك ان الراجل الطيب اللي هو المولكيولز دوت بيبقى ليه بروبرتيز. ليه كام يا مستر حاجه مواصفات ليه بقى؟ مواصفاته ايه؟ قال لك ليه ثلاث حاجات. اول حاجه ان المولكيول بتاعت حضرتك ان ستيت اوف كونتينوس موشن، ان ستيت اوف كونتينوس موشن. بص يا حبيب قلب انا عارف ان انت قاعد دلوقتي وجنبك كوبايه ميه او ازازه ميه، وانت يا دكتوره جنبك كوبايه النسكافيه او ازازه الميه. فانا عايز اسالكم سؤال، لو انا عندي كوبايه ميه اهي تتكون من مولكيول صح؟ المولكيول بتاع الميه ايه؟ ها مين شاطر يقول لي الكيميكال سيمبل بتاعها كيميكال فورميولا؟ برافو. H2O يعني بتتكون من اثنين هيدروجين وواحده اكسجين صح؟ صح يا مستر اسلام. طيب تعالى بقى واحده واحده كده ونركز مع بعضنا في الكلام اللي المستر هيقوله. هتقول ايه يا بيه؟ تعالى يا صديقي، المولكيولز دي بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ انا باصص على الكوبايه دلوقتي ما بتتحركش،
اقول لك لا بتتحرك. طيب خليني اصعبها لك شويه. بص على الحيطه اللي قدامك، الحيطه اللي هي الحيطه، بص عليها كده اهو، وقول لي بتتحرك ولا بتتحركش؟ البارتكلز بتاعتها ما بتتحركش بقى يا مستر. اذا كان المايه بتتحرك وانت قلت لي انها بتتحرك فخلاص انا هصدقك عشان انت مستر، بس ان انا لسه ما اقتنعتش انها الحيطه لا ما بتتحركش ومش هصدقك. لا هي البارتكلز بتاعت الحيطه بتتحرك. طب يا مستر اسلام ازاي؟ قال لك تعالى بقى وانا افهمك ازاي. بص يا سيدي، البارتكلز بتاعت الحيطه هي سوليد بارتكل، هتلاقي كلهم لازقين جنب بعض كده اهو، كلام جميل، ليهم حركه ولكن اسمها فايبريشنال موشن. فايبريشنال ايه؟ موشن، حركه اهتزازيه خفيفه كده. الفايبريشنال موشن دي احنا ما نقدرش نحس بيها، ليه؟ لان السكيل بتاعنا الحجم بتاعنا اكبر من السكيل بتاع البارتكلز دي، فبالتالي البارتكلز وهي بتتحرك مش نقدر نحس بيها. خد دليل، لو في نمله ماشيه تحت رجليك هتحس بحركتها؟ لا يا مستر. ليه؟ ليه مش هتحس بحركتها؟ قال لك مش هحس بحركتها لان النمله اللي ماشيه ديت حجمها صغنن جدا، في حين ان انا حجمي كبير بالنسبه للنمله، حجمي كبير بالنسبه للنمله يا مستر اسلام، فبالتالي الحركه بتاعتها اللي هي الفايبريشنال موشن ديت مش هنقدر نحس بيها. كلام جميل، كلام جميل جدا. طيب ايه رايك ده كان سوليد، نخش على الليكويد بقى. قال لك في حاله الليكويد البارتكلز بتبقى بعيده شويه يا مستر اسلام. انا عارف يعني في مسافه تقدر تتحرك ولا ما تقدرش تتحرك؟ اه يا مستر اسلام في مسافات تقدر تتحرك فيها، وطالما في مسافات تقدر تتحرك فيها فحركتها تبقى فري شويه، هتبقى شويه فري يعني تتحرك براحتها. فالبارتكلز بتاعت الووتر او الليكويد عموما بتتحرك ولكن ما بنقدرش نحس بحركتها برضه. طب ليه ما بتقدرش تحس بحركتها؟ يا سلام عليك يا صديقي، برافو والله، علشان يا مستر اسلام البارتكلز دي صغننه جدا واحنا كبار بالنسبه ليها، وهنعرف في المنهج بتاعنا في اولى ثانوي ان البارتكلز الصغننه دي حجمها قد ايه. تمام تمام. طب مستر لو كان الجاز، لا يا حبيب قلبي، بص الجاز، بص البارتكلز بتاعت الجاز، ايه ده؟ دي بعيده عن بعض قوي، فبتتحرك بسرعه. تتحرك بايه؟ بسرعه، فبالتالي الحركه بتاعتها هتبقى مور فريلي. كلام جميل، كلام جميل. يبقى انا دلوقتي عندي البروبابيلتي الاولانيه ان المولكيولز ار ان ستيت اوف كونتينوس موشن، تمام؟ فدوت لو كان عندي ليميتد فايبريشنال موشن في حاله السوليد، لان البارتكلز بتبقى قريبه من بعض قوي. اما في حاله الليكويد فالبارتكلز بتاعتك بتبعد عن بعض شويه، ففي الحاله اللي زي ديت يا دكتور بتبدا تتحرك براحتها. حد يقدر يقول لي البارتكل ده بتاع ايه؟ بتاع الووتر موليكيول اكسجين راكب عليه 2 هيدروجين، عامل زي القطه كده، ودان القطه. تمام تمام. كومبليتلي فري بقى ده في حاله الجاز. في حاله الجاز يبداوا يتحركوا بقى براحتهم، كل واحده بعيد عن الثانيه. كلام جميل يا صديقي. يبقى اول حاجه بالنسبه للموليكيول ان هي في كونتينوس موشن. طب تاني حاجه يا مستر اسلام، الانتر موليكولار سبيسز، المسافات. هسألك سؤال، تقدر تقول لي الحيطة المسافة ما بين البارتكل والبارتكل كبيرة ولا صغيرة ولا صغيرة جدا؟ انت عندك ثلاث اجابات، كبيرة، صغيرة، صغيرة جدا. لا ده صغيرة جدا. جدا بس ولا جدا جدا؟ لا جدا جدا. تمام؟ جدا جدا بس ولا جدا 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 جدا؟ لا جدا 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 جدا. تمام؟ فالبارتكلز بتاعت حضرتك في حالة السوليد بتبقى المسافات او الانتر موليكولار سبيسز، بنسميها انتر موليكولار سبيسز، انتر موليكولار سبيسز امونج الموليكيولز. يبقى الانتر موليكولار سبيسز، انتر موليكولار سبيسز دي مسافات بين الموليكيولز. تمام. المسافات اللي بين الموليكيولز ديت بتبقى صغيره في حالات السوليد. مستر هو ايه معنى كلمه كريستالاين؟ كريستال، كريستالز. يعني ايه يا مستر اسلام؟ بص يا حبيب قلبي، لما يكون عندك ماده سوليد فبيبقى في ترتيب للاتومز مع بعضها، ترتيب الاتومز مع بعضها دي بنسميه كريستال شيب او كريستالاين شيب، كريستالاين شيب. تمام يا صديقي، تمام يا مستر اسلام. حاجه ثانيه، خش في الليكويد. الليكويد بقى المسافات ما بينهم تزيد. بص كده حبيب قلبي، المسافات هتزيد ما بينهم ازاي؟ اهو بص، المسافه زادت ولا لا؟ اهي في مسافات ولا ما فيش مسافات؟ اه، فبالتالي الحركه بتاعتهم تزيد. طيب بعد كده مستر اسلام بالنسبه للجاز، لا بص المسافات زادت ازاي؟ المسافات كترت، فالسرعه هتزيد، فالسرعه هتزيد. ده بالنسبه لتاني حاجه للموليكيولز اللي هي الانتر موليكولار سبيسز. طيب خلينا نتكلم في نمبر 3، الفورس. خلينا اسالك سؤال، البارتكلز بتاعت الحيطه البايندنج فورس بتاعتها اللي هي الفورس اللي بتربطهم ببعض
قوية ولا ضعيفة؟ لا دي قوية جدا يا مستر اسلام، ده جميل عشان كده بقت سوليد. طب في الليكويد؟ لا دي ضعيفة يا مستر اسلام. طب وفي الجاز؟ دي ضعيفة جدا 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 يا مستر اسلام. لذلك لو بصيت انا جبت لك ان هو التلات حاجات لنفس المادة، يعني جبت لك الايس بتاع الووتر والووتر نفسها والووتر فيبر، تمام تمام يا مستر. في حالة السوليد هتلاقي البارتكلز ديت ماسكين في بعض قوي، فده بنسميه ايه؟ انتر مولكولار فورسز. كلام جميل. طب وتاني حاجه يا مستر اسلام في حاله الليكويد؟ لا بقت سايبه شويه عشان كده بتتحرك براحتها. طب وتالت حاجه يا مستر اسلام؟ بعيد عن بعض خالص، دي سايبه خالص، ما فيش بوند ما بينهم، البوند ما بينهم ضعيفه جدا ضعيفه جدا جدا جدا. تمام تمام يا مستر. يبقى انا دلوقتي عندي كام بروبيرتي للماتر؟ تلات. مين هم يا مستر اسلام؟ للموليكيول سوري، تلات. مين هم؟ ان الموليكيولز ديت بتبقى في كونتينوس موشن، تتحرك بس احنا ما نقدرش نحس بحركتها. تاني حاجة ان الموليكيولز بتاعت حضرتك دي في ما بينهم مسافات اسمها انتر موليكيولار سبيسز. تالت حاجة ان الموليكيول بتاعت سيادتك ديت في ما بينهم قوة ترابط اسمها انتر موليكيولار فورس. انتر موليكيولار فورس. بما اننا درسنا التلات حاجات ديت وعرفنا الانتر موليكيولار فورس والحركة بتاعتهم وعرفنا الانتر موليكيولار سبيسز، نبدأ نشوف انواعهم، نبدأ نشوف ايه الكاينز اوف موليكيول بقى. وهنا تكتب لي في اي بي لان الموضوع هيبقى مهم. هيبقى ايه مهم؟ نوع الموليكيولز بتاعت حضرتك هو اتنين. النوع الاولاني اسمه elemental compound molecule، تمام، انا اسف elemental molecule على طول، elemental molecule. التاني compound molecule. تمام تمام يا مستر اسلام. تعال هنا الelemental molecule بتاع سيادتك، ايه هو elemental؟ elemental element يعني حاجة واحدة، elemental element يعني حاجة واحدة، حاجة ايه؟ واحدة. اديني example. خد يا سيدي N2. لا 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 مستر لحظة، ازاي N2؟ مش انت قلت حاجة واحدة؟ ايوه، ما هي نيتروجين واحد، بس ربنا خلق النيتروجين في الارض على هيئة N2، هو خلقه كده. لو انت روحت دورت عليه، روحت دورت عليه هتلاقيه N2. طب والاكسجين؟ O2. ما يفرقش العدد اللي جنبه، ما يفرقش العدد اللي جنبه، يفرق ان هو element واحد. هنا كم element؟ هو واحد اللي هو مين؟ نيتروجين. بس في كم اتوم؟ في اتنين اتوم. هنا كم element؟ هو واحد اكسجين. في كم اتوم؟ اتنين اتوم من الاكسجين. يبقى اكسجين جنب اكسجين ربطوا ببعض، يبقى ده اتنين اتوم اسمها، اتنين ايه؟ اتوم. انما كم element؟ هو element الاكسجين واحد، هو الاليمنت الاكسجين واحد. طب بص كده H2، ها ده اليمنتال موليكيول يا مستر اسلام. هل ده ينفع نبسطه حاجه ابسط منه؟ يعني ينفع نفككهم عن بعض؟ لا. ليه؟ لان الاكسجين لو اتفكك عن بعضه مش هينفع نستنشقه، مش هينفع نستنشقه، لان ربنا خلقنا وخلق الكائنات الحيه انها تاخد الاكسجين على هيئه O2، ما ينفعش تاخده على هيئه O1، وما ينفعش تاخده على هيئه O3. O3 ده معلومة ليكم، اسمه أوزون، وده سا غسة، لو استنشقناها نموت. تخيل يعني الـ O2 والـ O3 فرقت في واحدة، بقى سام. سبحان الله، علشان كده مش موجود على الأرض، موجود في طبقة الأوزون. تمام؟ يا مستر، فده بنسميه elemental molecule، يعني بيتكون من element واحد واي عدد اتومز جنبيه. تمام؟ في الحالة اللي زي ديت خليني اقول لحضرتك حاجة، ان الكلام دوت cannot be analyzed. يعني ايه؟ يعني مش هينفع نحلله، مش هينفع نفككه، ما ينفعش يتحول لحاجتين، هو كده كده already حاجة واحدة. ففي الحالة اللي زي ديت هتكتب جنب النوت اللي جنبك ديت اللي هي الاكزامبل دي، اكتب كده هوت، انا كمستر اسلام بسميها كده. وخلي بالك انت لما هتسميها كده هتلاقي نفسك حفظتها، العجائب. اكتب جنبها العجائب السبعة، مفيش غيره، اللي هم مين؟ نيتروجين، اكسجين، هيدروجين، ايودين، كلورين، فلورين، برومين. سبعة دايما تلاقيهم داي اتوميك. فلما اجي اسالك عن الكلورين ما تقوليش سي ال يا بيه، لا لا لا، تقولي سي ال 2. لما اسالك عن الايودين ما تقوليش اي، اقول لك الف سلام عليك، اسمها اي 2. لما اسالك عن الهيدروجين ما تقوليش اتش، اسمها اتش 2.
طب ليه احنا بنقول تو؟ حبيبي احنا نزلنا على الارض لقيناهم موجودين كلهم تو 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 تو، ربنا خلقهم كده، فاحنا لما جينا درسناهم لقيناهم كده، لقيناهم ايه؟ كده. تمام يا صديقي؟ تمام يا مستر اسلام، انا فهمتك دلوقتي ان الحاجات دي ربنا خلقها بالشكل دوت، علشان كده هو داي اتوميك. اكتب جنبها كده، هم السبعه دول بس الداي اتوميك، يعني عباره عن تو اتومز. تمام. طيب في حاجه تانية، في حاجات بقى مونو اتوميك عادي خالص اسمها اليمنتال موليكيول، برضو هنسميها اليمنت برضو. ليه؟ ما هو صوديوم ما ينفعش اقول تو جنبه. ليه؟ لان هو ربنا خلقه على كده، على الهيئه دي، صوديوم بوتاسيوم فوسفرس سيليكون سلفر ليثيوم، كل الحاجات ديت ما ينفعش احط جنبها تو. ليه؟ لان هم دول بس اللي جنبهم تو. تمام. طالما دول لوحديهم ما ينفعش احط جنبهم تو. فانت دلوقتي المفروض فهمت اليمنتال موليكيول، فانت اليمنتال موليكيول تقعد دلوقتي كده بقى وتفسرها لي، تقول لي يا مستر ده اليمنت واحد اما فيه تو اتومز مع بعض او انه بيبقى حاجه واحده بس، يا اما تو اتومز مع بعض يا اما بيبقى حاجه واحده. طب والكومباوند موليكيول بقى؟ لا 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 لا، ده بيتكون من اكتر من اتوم، من اكتر من اليمنت. يعني ايه؟ يعني مثلا تاخد الاتش مع السي ال، الاثنين مع بعض، فساعتها ما ينفعش يبقى اليمنت واحد، لا ده اكتر من اليمنت، مركب بقى، يبقى اسمه ايه؟ مركب. مركب. فبالتالي هيبقى اسمه يا مستر اسلام المركب دوت اليمنتال موليكيول، كومباوند موليكيول، اتش مع سي ال. وانا هعلمك تكتب الرموز النهارده ازاي علشان تبقى داخل اولى ثانوي على وتانية ثانوي او ثالثه ثانوي حتى متعلم تكتب الرموز، ما تقلقش. فبالتالي ده اسمه ايه؟ اسمه كومباوند موليكيول يا مستر اسلام. اسمه ايه؟ كومباوند موليكيول. ليه؟ ما هو مركب بين حاجتين، الاتش والسي ال، الاتش والايه؟ والسي ال يا صديقي. طب بص كده حبيب قلبي، تقدر تديني رمز تاني؟ يا مستر اتش تو او، ده مركب بين هيدروجين واكسجين، بس لازم يبقى ليهم كونستانت ريشيو. يعني يا محمود تعالى، على لو انا سالتك على تقدر تقول لي رمز الميه؟ تقول لي مستر H2O. خد يا بت سهام، تقدر تقول لي رمز الميه؟ يا مستر H2O. خد يا معاذ، تقدر تقول لي رمز الميه؟ يا مستر H2O. ايه ده كلنا في بعضنا بنقول H2O، معنى كده ان النسبه دي ثابته ولا لا؟ ان الهيدروجين في منها 2 وان الاكسجين في منها ايه؟ 1. فبالتالي الريشيو ثابته 2 to 1، 2 to 1، 2 to 1. خلي بالك بقى عشان تبقى عارف 2 to 1 دي يعني ايه. تمام، يعني 2 to 1. ماشي ماشي يا مستر اسلام. فالنسبة يا صديقي هي نسبة ثابتة جوه الووتر، يعني H2O هتفضل H2O طول العمر، اطلع على المريخ هتلاقي H2O، ان شاء الله في الجنة هتلاقيها H2O، وخلاص هي احنا عرفنا تركيبها. فبالتالي لازم تكون بص with constant ratio. خليني اقول ان انا بحب استرس شوية على معلومات بسيطة زي كده، لان المعلومات دي في الاخر بتودينا ورا الشمس. لما اجي اقول لحضرتك حاجة زي كده NH3 اسمه ايه؟ اسمه امونيا جاز. اسمه ايه؟ امونيا جاز، اللي هو غاز النشادر، يعني غاز الايه؟ النشادر. طب لو انا جيت كتبت لك الامونيا جاز NH5 ينفع؟ تقول لي لا، هي الريشيو مستر 1 نيتروجين ل3 هيدروجين، 1 to 3. انما ما ينفعش تقول لي امونيا جاز هي NH5 دي، لان دي غلط. يبقى لازم تكون with constant ratio، with constant ratio، زي الاكزامبلز اللي قدامك دي HCl و H2O NH3 واي حاجه بتتكون من 2 or more than 2 element. اي حاجه ثانيه بتتكون من 2 or more than 2 element، زي مثلا حاجه زي كده Na2CO3. تعالى هسالك سؤال، بس سؤال ذكي جدا. ايه يا مستر؟ بيتكون من كم إليمنت؟ هتقول لي يا مستر اسلام بيتكون من اول حاجة الصوديوم، زائد عندك كمان كربون، زائد عندك كمان اكسجين، هي دي الإليمنت اللي موجودة. يبقى كم إليمنت؟ 1 to 3، يبقى 3 إليمنت، صوديوم كربون اكسجين. طب من كم اتوم؟ والله تعالى نكتب تحتهم اعدادهم، يعني الموضوع مش صعب. يعني يا بيه الصوديوم في كام واحدة؟ ها 2، يبقى الصوديوم 2. الكربونة اهي فيها كام واحدة؟ واحدة، يبقى الكربونة 1. اكسجين اهي فيها كام واحدة؟ 3، ادي 3، 2 و1 و3 6 اتوم.
يبقى بيتكون من 3 element 6 atoms، عشان تبقى عارف الفرق ما بين الاليمنت والاتوم. الاتوم هو عددهم، الاليمنت هو النوع نفسه. نوعها ايه يا مستر اسلام؟ دي صوديوم. فخلاص ده نوع واحد، في منه كام واحده، في منه كام اتوم بقى، يعني في منه 2 اتوم. تمام يا صديقي؟ فهمت يا صديقي الفرق ما بين الاليمنتال موليكيول والكومباوند موليكيول؟ وكالعاده زي ما عودت سيادتك تغمض عينيك او توقف الفيديو وتشوف مستر اسلام قال ايه في السلايد، وتمسك ورقه وقلم وتذاكرها علشان المعلومه تلزق هنا. يلا بينا نكمل على الجزء الجديد. وبكده احنا خلصنا الجزء بتاع الموليكيول الحمد لله، ومش محتاجين منه حاجه. تعالى بقى نسحب بقى الرحال على الاتوم، ونبدا نشوف الاتوميك ستراكشر اوف ماتر. الاتوم بقى يا باشا عباره عن ايه يا مستر؟ انت لسه ايه اللي هي الفاندمنتال بيلدينج يونت، كانوت بي اكزيست فريلي، ما ينفعش تبقى موجوده لوحدها. في البدايه احب اعرف حضرتك حاجه بسيطه، انا هديك سيمبل واقول لك قول لي اسمه ايه. يلا يلا يا مستر اسلام، انت اللي هتقول مش انا اللي هقول، او انا هديك الاسم وانت قول لي الرمز. بص انا سهلت لك ازاي عشان تعرف بس ان انت حبيبي. لو انا قلت لك سلفر، ها يلا تقول لي رمزها اس يا مستر. ليه؟ خدنا الحرف الاولاني. لو قلت لك سيليكون تقول لي رمزها، ناخد الحرف الاولاني. طب ما هيبقوا زي بعض، ما ينفعش، باخد الحرف الاول والتاني. الاول والايه؟ والتاني. ده بالنسبه للسلفر والايه؟ والسيليكون. لو قلت لك اكسجين فرمزها اكسجين او، انما انت لو هتتكلم على الهواء فاو 2 بقى اسمه او 2، انما كرمز هو او، يعني الرمز بتاعها او. تمام؟ فلو سالتك الاكسجين جاز او الاكسجين عموما تقول لي او 2، ده الطبيعه بتاعته. رمزه ايه؟ رمزه كذا. يعني مثلا اسمك ايه؟ اسمي اسلام اهو، اسلام ده رمز اسلام. هل هنا هو في دراعين وفي رجلين وفي مناخير وفي عينين وفي بق وفي مش عارف ايه؟ لا طبعا، ده الرمز بتاعه اسلام. انما تركيبه ايه في الطبيعه؟ اهو تركيبي اهو في الطبيعه، جسمي اهو، واصله ولا لا؟ فانا الرمز بتاع الاكسجين او، تركيبه في الطبيعه او 2. ماشي ماشي. ايه تاني يا مستر اسلام؟ صوديوم اس او. خلاص ما انت مش هينفع ناخد الاس عشان الصف، هيبقى اس او كده، صح كده؟ اقول لك لا غلط، الصوديوم رمزها مش اس او، امال خلاص اس دي غلط، اس اي ما طب مش هينفع عشان السيليكون، طيب اس يو غلط، اس ام غلط، امال. في الحاله اللي زي دي احنا لجأنا لللاتين نيمز، يعني الاسماء اللاتينيه. بمعنى الانجليش نيم بالنسبه للصوديوم بتاعنا هو صوديوم عادي، ده الانجليش نيم. تمام؟ في الانجليش نيم هو اسمه صوديوم، انما في اللاتين نيم اسمه ناتريوم. وخليني اقول لك ان انا ما اعرفش النطق باللاتيني ايه يعني، بس انا بقراها انجليش زي ما انت بتقرا الفرنساوي انجليزي. تمام؟ خلينا بس خلي الطبق مستور. تمام؟ فانا ما اعرفش اللاتيني نطقها ايه، انت خش بقى على جوجل ترانزليت ديت وشوف نطقها باللاتيني ايه. فدي اسمها ناتشيام. تمام؟ ناتشيام ديت رمزها ان ايه؟ ليه؟ اهو ان ايه؟ اهو اول حرفين، يبقى رمز الصوديوم هو ان ايه؟ بس بدل ما ناخد الرمز ده من الانجليش نيم خدناه من اللاتين نيم. تمام؟ تمام. البوتاسيوم المفروض اخد البي او البي او، قال لك لا ده احنا هنروح ناخده من اللاتين نيم اللي هو كاليوم. ليه؟ علشان انا عندي حاجه في الانجليش اسمها فوسفرس، فهتبقى بي برضه، ما هي الفوسفرس دي بي، فما ينفعش اخد بي بوتاسيوم، فالبوتاسيوم بقى رمزه كي. طب الكي دي جايه منين؟ ممتاز، جايه من الكاليوم، برافو عليه. طب الايرن، الايرن اهي ايرن، حلاوه المولد اخد الاي، قال لك الاي دي بتاعت الايودين، ايودين مش ايرن. طب الايرن نروح بقى لللاتين اللي اسمه فيرم اللي هو الاف اي، عشان كده رمز الاف اي ما جاش من الانجليش نيم، اجا من اللاتين نيم. تمام؟ الكبر سي او، لا انا هاخدها سي يو. ليه؟ كوبرم اللي هو اللاتين نيم، ونفس الكلام بالنسبه للسيلفر اللي هو الجولد، السيلفر اللي هو الفضه بتاعت حضرتك ارجنتم. فبالتالي في بعض الرموز اللي هي دي احفظهم، احفظ دولت بس. تمام؟ دولت جايين من اللاتين نيم مش جايين من الانجليش نيم. انت بمجرد ما تحفظهم، انا مش محتاج تحفظ اللاتيني خالص، انا محتاج تحفظ الرموز ديت واسمائها بالانجليش بس.
ماشي. ده بعض الحاجات جوه الاتوم علشان بس تبقى عارف الرموز بتاعتنا ماشيه ازاي. كلام جميل. تعال لي بقى يا صديقي اعرفك الاتوميك كونستراكشن، الاتوم نفسها بتتكون من ايه. انا مستر اتفضل. مستر الاتوم بتتكون من الكترونز وبروتونز ونيوترونز، وفي حاجات كده بتلف حوالي الاتوم خيوط كده مش عارف هي ايه، بس هنقول عليها خيوط. لا هي اسمها انرجي ليفل. فعلا انت كلامك كله صح، ان الاتوم في النص نيوكليوس. تعال بقى نمشي واحده واحده كده وركز مع مستر اسلام عشان والله الكلام ده هيفيدك اولى وثانيه. تمام. الجزء اللي في النص ده اسمه نيوكليوس، كله على بعضه كده هوت بنسميه ايه؟ برافو، نيوكليوس. النيوكليوس دي جواها حاجتين انت شايفهم دلوقتي، احمر واخضر. الاحمر اسمه بروتونز، اما الاخضر اسمه نيوترونز. طيب البروتونز، البروتونز بتاعت سيادتك هي بوزيتيفلي تشارجد بارتكل، يعني بوزيتيف. طيب انا شايف يا مستر فعلا ان هي مكتوب جواها بوزيتيف، بس النيوترون ما فيهاش حاجه خالص. قال لك اه. ليه؟ لان النيوترون هي نيوترال. النيوترون هي ايه؟ ايوه نيوترال. ممتاز. على النيوترال ده معناه ان هو بوزيتيف ونيجاتيف مع بعض. طيب انا هسالك سؤال، لو انت عندك بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1 الفاليو بكام؟ اللي هو الريزلت بتاعتك بكام؟ بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 كانسل بعض بزيرو يا مستر. يا عم امسك الكالكوليتر يا عم انا عارفك، هو انت بتفكر؟ امسك الكالكوليتر يلا. بوزيتيف 1 بلس نيجاتيف 1 يديني زيرو، يعني مفيش تشارج. هنا ده بوزيتيف، يعني ده تشارج بوزيتيف خلاص، هو التشارج بتاعته بوزيتيف لان مفيش قصاده نيجاتيف. انما هنا بوزيتيف ونيجاتيف فبيكنسلوا بعض، فعشان كده بقول لك ان هما متعادلين. متعادل متعادل، فده معنى كلمه نيوترون. نيوترون يعني متعادل. يبقى كده انا عرفت ان النيوكليوس اللي في النص جواها بروتونز ونيوترونز. خليني اسالك بقى، مين اللي هيأثر في التشارج بتاعت النيوكليس؟ يعني التشارج بتاعت النيوكليس هتبقى نيوترال ولا هتبقى بوزيتيف؟ لا ما هو يا مستر النيوترال اللي هو متعادل كانه مش موجود اصلا، هو متعادل اصلا ما بيأثرش، فبالتالي البروتونز هي اللي هتأثر. فبالتالي يا مستر اسلام النيوكليس هي بوزيتيف. النيوكليس هي ايه؟ بوزيتيف. ليه؟ قال لك النيوكليس هي بوزيتيف علشان جواها بروتونز بوزيتيف ونيوترونز نيوترال. فطبعا البروتون بوزيتيف هو اللي هيأثر على النيوكليوس تشارج، فهو اللي اثر فيها. عشان كده لما تيجي تبص على التوتال تلاقيه بوزيتيف، تلاقيه ايه؟ بوزيتيف. طب والالكترونز يا ماستر؟ لا الالكترونز نيجاتيفلي تشارجد بارتكل، نيجاتيف. تمام تمام. بتلف في ايه يا مستر؟ بتلف في حاجه اسمها انرجي ليفل. تلف في حاجه اسمها ايه؟ انرجي ليفل. تمام، يعني مستوى طاقه. يبقى الالكترونات بتلف حوالين النيوكليوس في حاجه اسمها انرجي ليفل. احنا هندرس كل ده، هندرس الكلام ده كله ما تقلقش. هندرس الانرجي ليفل وازاي تعمل الكترونيك كونفيجر. بص انا هشهيص عليك في المحاضره دي ما تقلقش. تمام، بس عندي سؤال، بما ان النيوكليوس والالكترون الاثنين موجودين جوه الاتوم، جوه الايه؟ الاتوم. طبعا النيوترون بقى خلاص مالكش دعوه بيها دلوقتي. ليه؟ لانها اوريدي نيوترال. فانت عندك جوه الاتوم في بوزيتيف اللي هو البروتون بيأثر في الاتوم، وفي نيجاتيف اللي هو الالكترون بيأثر في الاتوم. طيب اذا كان عندك بروتون وعندك الكترون الاثنين بيبقوا قد بعض، فبالتالي الاتوم بتاعتك هتبقى نيوترال ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا يا مستر هتبقى نيوترال. ليه؟ مش انت لسه قايل يا مستر ان البوزيتيف قد النيجاتيف؟ اه، يبقى معنى كلمه اتوم فيها ان البروتونز نمبر ايكوال الالكترون نمبر. تمام، فالبروتونز ايكوال الالكترون، وطالما البروتون ايكوال الالكترون فالبوزيتيف قد النيجاتيف، فالبوزيتيف يكنسل النيجاتيف، فتبقى الاتوم نيوترال. فتبقى الاتوم نيوترال. لذلك كان بيجي لك سؤال في اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي وكي جي 1 يقول لك ان الاتوم از الكتريكالي نيوترال،
الاتوم الكتريك. بص لما اجيب لك كلمه الكتريكال الكتريك الكتريسيتي اعرف ان في بوزيتيف ونيجاتيف، خلاص في تشارج، اكتب عندك المعلومه دي. لما اجيب لك الكتريك اعرف ان في كلمه بوزيتيف ونيجاتيف تشارج. تمام تمام يا مستر اسامه. طيب يبقى الاتوم بتاعتك الكتريكال نيوترال ليه؟ علشان النمبر اوف بوزيتيف بروتون ايكوال نمبر اوف نيجاتيف الكترونز، فخلاص البوزيتيف ايكوال النيجاتيف، قد يا الامر الذي فيه تستفتي يعني. ماشي يا صديقي؟ ماشي يا مستر. ولما اجي اقول لك كلمه اتوم يبقى البوزيتيف بروتون قد النيجاتيف الكترون، البوزيتيف بروتون قد النيجاتيف الكترون. ماشي. فتعال خد السؤال الاول، بيقول لك ايه؟ The nucleus is positively charged. ها ليه النيوكليوس بوزيتيف تشارج؟ ها تمام، برافو عليك، لان جواها بروتونز. ممتاز. تاني سؤال، الماس اوف ذا اتوم از كونسنتريتد ان ذا نيوكليوس، وزن الاتوم، تقدر تقول لي فين اتقل مكان في الاتوم يا مستر؟ ما خلاص، ما الحته الصفراء دي هي اتقل مكان، مش المكان ده هو اتقل مكان في الاتوم؟ الحته الصفراء ديت هو اتقل مكان في الاتوم، فبالتالي يقول لك الماس اوف اتوم از كونسنتريتد ان ذا نيوكليوس. ليه متركزه في النص؟ قال لك عشان فيها بروتون ونيوترون، فيها بروتون ونيوترون. تحب اقول لك معلومه؟ عارف احنا لو روحنا جبنا ميزان وحطينا هنا هو بروتون واحد، واحد اهو، واحد بروتون، بروتون واحد، عارف اليمة التانية محتاج تحط كام الكترون عشان يبقوا وزنين بعض؟ كام؟ 1800 الكترون. معنى كده ان البروتون الواحد بس يساوي 1800 الكترون. يا نهار ابيض، ده وزن البروتون واحد تقيل، عشان كده النيوكليوس وزنها تقيل. طبعا ده بروتون اور نيوترون، يعني ده او ده. ماشي. وهنا انا بتكلم ابروكسيميتلي، يعني ابروكسيميتلي 1800 الكترون. ماشي يا مستر اسلام، انا عرفت ان الوزن موجود في النيوكليوس جوه، موجود في المكان دوت، تقيل تقيل، علشان البروتون اتقل بكتير جدا من الالكترون. ها مش هتكلم كتير، انا مش هتكلم كتير يا دكتوره، ركزي معايا. The atom is electrically neutral in its ordinary state. الاتوم electrically neutral علشان ال positive proton equal ال negative electron. يا دكتور ركز معايا. ماشي يا مستر. تعال بقى نخش على الاتوميك نمبر والماس نمبر. بعد اذن سيادتك وبعد اذن سيادتك هنمسك ورقه وقلم، نشرب كوبايه النسكافيه او كوبايه القهوه لو انت كنت بتشرب قهوه او نسكافيه، وتركز معايا هنا. الكلام ده هينفعك اذا كنت اولى ثانوي او ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي او حتى دخلت كليه علميه. ايه هو الاتوميك نمبر وايه هو الماس نمبر؟ انا هعتبر ان ده اكس، الاكس دوت هو اليمنت، هعتبره اليمنت معين اسمه اكس، ما نعرفش. تمام تمام. فوق الاكس على ايدك الشمال، الاكس اهوت فوق على ايدك الشمال، في رمز اسمه ايه، وتحت على ايدك الشمال رمز اسمه زد. تمام. وعلى ايدك اليمين في رمز تاني بس ما بنكتبهوش، هقول لك عليه دلوقتي. تمام، خلينا نكتبه كده اهوت بلون اهو، ان كابيتال كده، عشان برضو احنا ما بنكتبهوش اصلا. تمام. الرموز دي بتعبر عن ايه؟ بص يا سيدي الناس، الرمز اللي فوق دوت بيعبر عن شيء اسمه ماس نمبر. يبقى الرمز دوت بيعبر عن ايه؟ ماس نمبر. والماس نمبر بيعبر عن ايه؟ عبارة عن نمبر اوف بروتونز بلس نمبر اوف نيوترون. يبقى هي بتعبر عن نمبر اوف بروتونز والنمبر اوف ايه؟ النيوترونز. ده الماس نمبر اللي فوق. النمبر اوف بروتونز بجيبها منين؟ قال لك هو الجزء اللي على ايدك الشمال من تحت دوت، هو النمبر اوف بروتونز. طب والنمبر اوف نيوترونز بجيبه منين؟ هو اللي على ايدك اليمين من تحت دوت، بنسميه نمبر اوف
نيوترون. طب لو انا مش مديتك النمبر اوف نيوترون، انا مخبيه، ما تبصش عليه، انا مخبيه، في الحاله اللي زي دي تقدر تجيبه؟ اه، ده ماينس ده يديك الان. ما اصل خلي بالك، مش انت قلت ان الماس نمبر اللي هو الايه، خلينا نكتبه بالكلر تاني، الماس نمبر اللي هو الايه بيساوي نمبر اوف بروتونز اللي هي رمزها الزد بلس نمبر اوف نيوترونز اللي هي رمزها الان. فانا لو عايز اجيب الان هعمل ايه؟ هاخد الزد باوبوزيت ساين اليمه الثانيه، فبالتالي الان هتساوي الايه اللي هي الماس نمبر، الايه اللي هي الماس نمبر ماينس الان او الزد، انا اسف، اللي هو نمبر اوف بروتونز اهو يا باشا. فانا لو عايز اجيب الان اللي فوق ماينس اللي تحت واريح جمجمتي، فدي النمبر اوف نيوترونز. اعيد اعيد في مسميات تاني ليهم؟ اه، دي ملهاش مسمى تاني، هو اسمها ماس نمبر، ودي ملهاش مسمى تاني، هي اسمها نمبر اوف نيوترون. اما دي ليها مسميات تانية، اسمها ايه بقى؟ اسمها اتوميك نمبر. يعني اقدر اقول عليها اتوميك نمبر او اقول نمبر اوف بروتونز؟ اه. طب مش انا لسه قايل لك دلوقتي ان جوه الاتوم بتاعت حضرتك البروتونز بيساوي الالكترون؟ اه، يعني لو البروتونز ب 10 فالالكترون ب 10، لو البروتونز ب 100 فالالكترون ب 100، لو البروتونز بمليون فالالكترون بمليون، لو البروتونز بواحد فالالكترون بواحد، فبالتالي ده برضو نقدر نعبر عنه بالنمبر اوف الكترونز طالما انت بتتكلم عن الاتوم. وخلي بالك انا بستريس على كلمه الاتوم لان في حاجه ثانيه هتيجي كمان شويه اسمها الايون. تمام؟ الشاشه ديت لازم تتبروز في دماغك، السلايد دي كده لازم تتبروز في دماغك. ليه؟ تبقى مهم، مهمه جدا. تمام يا صديقي؟ تمام يا مستر اسلام، اهي قدام حضرتك. فخلاص الايه اللي فوق هو رمزه ايه؟ تمام، اسمه ماس نمبر. تعالى اديك اكزامبل مثلا على الكلام علشان برضو تبقى انت واضح معايا والدنيا مظبوطه. ادي ان ايه، مش ده اسمه صوديوم؟ ناتريوم باللاتيني. تحت هنا بكتب 11 وفوق هنا بكتب 23. بحفظ الحاجات دي؟ لا، انت ولا بتحفظ اي حاجه، احنا بنديك الرمز كامل يعني. تمام تمام مستر. طب والنيوترون نكتبه؟ لا احنا بنكتبهوش الصراحه، بس انت عايز تكتبه اكتبه يا عم، مش مشكله. ما هو اللي فوق ماينس اللي تحت يعني هيبقى بكام؟ ب 12، بس احنا ما بنكتبهوش. ماشي ماشي مستر اسلام. لو سالتك الماس نمبر بكام تقول لي 23، لو سالتك نمبر اوف نيوترونز بكام تقول لي اللي فوق ماينس اللي تحت ب 12، لو سالتك النمبر اوف بروتونز بكام تقول لي ب 11، الكترونز بكام تقول لي ب 11، اتوميك نمبر بكام تقول لي ب 11. تمام تمام يا مستر اسلام، لان ده بيتسمى اتوميك نمبر بروتونز نيوترون، اتوميك نمبر بروتون نيوترون. وهنا القوانين بتاعت سيادتك، ان الاتوميك نمبر هو البروتونز وهو الالكترون. تمام، ان الماس نمبر هو النمبر اوف بروتونز او اللي بنسميه اتوميك نمبر، ده الماس نمبر، بروتونز زائد نيوترون. لو عايز نمبر اوف نيوترون فاللي فوق ماينس اللي تحت، يعني نمبر الماس نمبر ماينس الاتوميك اتوميك نمبر. تمام يا سياده الرئيس، تمام يا مستر اسلام، الدنيا الحمد لله تمام. يبقى انا كده اتعرفت على ايه؟ تعرفت على البروتونز، عرفت ان بوزيتيف تشارج موجود في النيوكليس، تعرفت على النيوترونز وعرفت ان هي بوزيتيف ونيجاتيف يعني نيوترال موجوده في النيوكليس، وتعرفت على الالكترونز وعرفت ان هي بتروتيت اراوند النيوكليس في انرجي ليفل. تعال بقى نتعرف على الانرجي ليفل ديت، تعال نتعرف على الانرجي ليفل دي. ايه الانرجي ليفل دي؟ دي حاجه خياليه موجوده حوالين النيوكليس. بص كده اهي، هنعتبر ان هي دي النيوكليس يا صديقي، اهي بوزيتيفلي تشارج، كلام جميل. في حواليها اطارات بس خياليه، ايميجينري ليفلز. ايميجينري يعني ايه يا مستر؟ حاجه خياليه مش موجوده، هي مستوى طاقه، هي طاقه موجوده ولكن مش موجوده في نفس الوقت. يعني ايه الطاقه موجوده؟ اوضح لي. لو انا لبست طاقيه الاخفاء وانت قاعد في مكان وجيت رحت مديلك بالاخفاء، في الحاله اللي زي ديت في طاقه جت على قفاك ولا ما جاتش؟ اه، في طاقه جت على قفاك يا مستر اسلام. تمام تمام. طب الطاقه دي انت شايفها؟ لا، خياليه بالنسبه لك. فهنا في طاقه حوالين النيوكليوس،
الطاقة دي اسمها ايه؟ انرجي ليفل، اللي هي بيمشي فيها مين؟ الالكترون. اللي بيمشي فيها مين؟ الالكترون. يعني الانرجي ليفل ديت حاجة وهمية بس في طاقة جواها، بس في ايه؟ طاقة جواها. زي بالظبط الصوت بتشوفه؟ لا، فبالنسبة لك خيالي. بالنسبة لك ايه؟ حاجة ما بنشوفهاش، حاجة مش شايفينها، بس حاسين بوجودها، بس حاسين بوجودها عن طريق مين؟ عن طريق السمع. طب انا لما البس طاقية اللي يخفى، انت شفتني؟ لا، بس انت حاسس بوجودي ولا لا؟ يا مستر حسيت بوجودك، هي دي الفكرة. فبالتالي الانرجي ليفل موجودة، بس بنحس بوجودها عن طريق حركة الالكترونات. عن طريق ايه حركة الالكترونات؟ يبقى ما ينفعش اعملها خطوط كده، انا هسيبها فاضية بقى، بس هي فيها طاقة. تمام كده؟ يا مستر اسلام فهمت كده. طبعا الديفينيشن انا مش محتاجك تحفظ الديفينيشن، تحفظه ليه؟ انت فاهمه. يبقى دي ار ايماجينري ريجنز، هي مناطق خياليه اراوند النيوكليوس، ان ويتش اللي فيها الالكترونز موف اكوردنج تو ذير انرجيز. وقف هنا بقى، انت بتقول لي الالكترون هيتحرك جواها على حسب طاقتها. ما انا اوضح لك حاجه، الالكترون لوحده مش هيعرف يتحرك. ما هو لو ما فيش طاقه مش هيتحرك. ما هو انا ما عنديش طاقه وتعبان ومش قادر، مش عارف اتحرك. انما لو حطيته في انرجي ليفل، حطيته في مكان من الاماكن ديت اللي هي فيها طاقه، يبدا يتحرك. زي بالظبط لو حضرتك قاعد في البيت وقاعد على كرسي، هتتحرك؟ لا، ما تتحركش. انا مش عايزك انت تتحرك، انا عايزك ثابت. طب صنم، هتتحرك؟ لا. طب ايه رايك هاخدك وهركبك عربيه، بس عربيه اللي هي 128 سرعتها على قدها، تمام؟ عربيه صغننه كده. في الحاله زي دي هتتحرك؟ طبعا هتحرك بنفس حركه العربيه. يبقى انت اخدت طاقه العربيه. طيب لو انا خدتك بقى من العربيه حطيتك في عربيه مرسيدس مثلا او بي ام سرعتها اعلى، فبالحاله اللي زي ديت السرعه اللي اعلى دي انت اكتسبتها، فطاقتك زادت ولا قلت؟ لا، الطاقه زادت، يعني الحركه زادت فالطاقه زادت. طب ايه رايك انا هحطك في صاروخ، انت ما بتتحركش انت ثابت، بس هحطك في صاروخ فانت بتتحرك بسرعه الصاروخ، سرعتك زادت ولا قلت؟ لا دي زادت. اهي دي الفكره، ان الالكترون بيتحرك على حسب الطاقه بتاعت الانرجي ليفل ده. مش احنا قلنا اسمه انرجي ليفل يعني مستوى طاقه؟ مستوى الطاقه ده يا اما مستوى طاقه ضعيف، يا اما مستوى طاقه اكبر، يا اما اكبر، يا اما اكبر، يا اما اكبر حاجه، تمام؟ وهم مستويات الطاقه اللي عند حضرتك اللي انت عارفها، كي ال ام ان او بي كيو. يا مستر افتكرت ان دولت هم مستويات الطاقه فعلا، صح؟ كي ال ام ان او بي كيو، صح، برافو عليك. قال لك كل واحد من دولت عنده طاقه خاصه بيه. كل واحد من دولت عنده ايه؟ طاقه خاصه بيه. يعني مثلا الطاقه بتاعت الكي مش زي الطاقه بتاعت الاو، لا، الطاقه بتاعت ال مش زي بتاعت الكي. طيب يا مستر اسامه انا اعرف الطاقات ازاي؟ قال لك انت مش عايز، مش لازم تعرف الطاقه بكام، ولكن لازم تعرف ان انا كل لما ببعد عن النيوكليوس كل لما الطاقه بتزيد، كل لما ببعد عن النيوكليوس كل لما الطاقه بتزيد. يبقى مين اعلى انرجي ليفل عنده طاقه؟ اعلى واحد هو الكيو. اعلى واحد هو ايه؟ الكيو، ده اعلى واحد عنده انرجي، اعلى واحد عنده انرجي. طيب لما احط لك الكترون، وهسمي الالكترون ده، احط لك الكترون هنا هسميه اكس، واحط لك الكترون هنا هسميه واي، مين عنده طاقه اعلى؟ برافو، الان اللي هو الواي دوت اللي في الان ليفل هو دوت اللي عنده طاقه اعلى، لان كل لما ببعد عن النيوكليس كل لما الطاقه بتاعت الانرجي ليفل بتزيد. تمام؟ تمام يا مستر اسلام. في مشكله يا صديقي؟ لا. طيب مش احنا قلنا ان كل ما بتبعد عن النيوكليس كل ما الطاقه بتزيد؟ ايوه. طب ما هو في الحاله زي دي الالكترون كمان بيزيد. بص كده، عربيه 128، عربيه اعلى منها شويه تويوتا مثلا، عربيه اعلى منها شويه مرسيدس او بي ام، بعد كده فيراري، بعد كده طياره، بعد كده صاروخ، انت فاهم؟ فكل ما بتبعد كل ما حركه الالكترون سرعتها بتزيد، علشان طاقة المستوى بتزيد. تمام؟ تمام يا مستر، ده اللي مكتوب عند حضرتك هنا اهو، ان هو each level has a certain amount of energy. بص يا ولد بنت ركزوا معايا، دلوقتي انت كبرت، لا بقيت في كي جي 1 ولا حتى في اعدادي،
انت دخلت ثانوي، وبما انك دخلت ثانوي يبقى لما تقرا لازم تركز عشان تفهم، مش لازم حد يشرح لك كل المعلومات. انا شرحت لك المعلومه دي، لو قريت دلوقتي ده هتفهمها ولا مش هتفهمها؟ هفهمها يا مستر. ما هو كل ليفل هاز ا سيرتن اماونت اوف انرجي، يعني كل ليفل عنده طاقه معينه خاصه بيه. ذات مين اللي ذات؟ الانرجي دي، الانرجي دي انكريز باي انكريزنج ذا ديستنس، ذا ديستنس فروم ذا نيوكليوس. الطاقه دي الانرجي دي بتزيد كل ما المسافه تزيد ما بينه وما بين النيوكليوس. فانت قرات فهمت، اشرح لنفسك. مش عايز تشرح لنفسك، اتصل بواحد صاحبك قول له ايه رايك يا زميلي انا اشرح لك الحته دي لو انت مش فاهمها، واعمل معاه واجب كانك بتخدمه. انت بتخدم نفسك اصلا مش بتخدمه، بس كانك بتخدمه. عارفين كل اتنين اصحاب مع بعض او كل شله مع بعض، والله الكلام اللي بقوله لكم دوت عن تجربه، لو قعدوا مع بعض وكل واحد مسك جزئيه من المنهج وشرحها للتاني، لو قدرت تشرح جزء من المنهج او درس في المنهج، اعرف ان انت فاهمه مليون الميه، مش 100% كمان، مليون الميه. طالما قدرت تقف او تمسك ورقه وقلم وتشرح لهم وتقول لهم الستبس سب تايتلز وتشرح جوه السب تايتلز دي، اعرف على طول ان انت فهمت الجزئيه دي. فانا عايزك تمسك الكلام ده وتقعد بابا قدامك، قعد ماما، قعدي ماما وبابا، اقعد اشرح له، جيب اخواتك. عارفين زمان انا كنت بعمل ايه؟ كنت ببقى في الشارع كده مع اصحابي، واقف كده على الحيطه تحت الشارع واقعد A B C، وهم يقولوا ورايا A B C 1 2 3 1 2 3. كنت بقعد اشرح لهم في الشارع، تمام؟ اقعد اشرح لهم في الشارع، والله العظيم زي ما بقول لك، انت فاكرني بهزر، وبنبقى عاملين مدرسه، تمام؟ فانت اعمل كده، مش لازم في الشارع، انت في البيت اقعد قدام بابا وماما، اقعد قدام اخواتك، جيب واحد صاحبك قول له تعالى اشرح لك، تمام؟ علشان المعلومه تثبت في دماغك. فبص هنا بيقول لك ايه؟ ان الانرجي بتاعت الالكترون ايكوال بتساوي الانرجي بتاعت الليفل ويتش ريفولفين، يعني الطاقه بتاعت المستوى دوت اللي هو بيلف فيه، تمام يا صديقي؟ تمام يا مستر اسلام. تعالى لي بقى هنا اهوت ونبدا ناخد معلومه كويسه جدا جدا جدا. ايه المعلومه دي يا مستر اسلام؟ بص يا حبيب قلبي، انا عندي نيوكليس، يا مستر عندي انرجي ليفل، مؤاخذه رجاله، عندي نيوكليس، وعندي انرجي ليفل اولاني وانرجي ليفل تاني اللي هو كي والال، وبعد كده الام، وبعد كده الان. خلاص بقى مش لازم نكمل، يعني كفايه عندنا الاربعه الاولانيه، تمام؟ تمام يا مستر. لو انا عندي الكترون موجود في المكان ده، والكترون موجود في المكان ده، والكترون موجود في المكان ده، ماشي يا مستر كلامك ممتاز، اتفضل يا مستر. عايز تقول ايه؟ مين فيهم طاقته اعلى؟ ها اديني لون. الاورنج ده اعلى طاقه صح؟ مين اللي بعديه على طول؟ البينك. مين اللي بعديه على طول؟ الجرين صح؟ يا مستر اسلام دي الطاقات بتاعتنا، تمام. طيب خلينا نكتب لكل انرجي ليفل طاقه ارقام من عندنا عشان نبقى فاهمين. لو ده 5 يبقى ده 10، ما احنا كل ما بنبعد كل ما بتزيد، يبقى ده 15 يبقى ده 20. لو انا جبت طاقه من بره، والطاقه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكتريسيتي، هيت، لايت، اي طاقه، اي طاقه، اي ايه؟ اي طاقه ايا كانت. ايه يا مستر؟ ايا كانت ايه، ورحت منزلها على الالكترون ده، تمام؟ ورحت منزلها على الالكترون ده، طاقه بكام؟ ب5. عارف الالكترون دوت هيتحول يطلع فين؟ مش هو اصلا الالكترون ده عنده طاقه بتساوي كام؟ طاقته بتساوي 15 صح؟ واخد 5 بقى عنده طاقه بكام؟ ب20. فيبدا ياخد بعضه ويطلع على الانرجي ليفل اللي فوق. هيسيب مكانه يا مستر؟ هيسيب مكانه يا مستر، يعني هيسيب الحته دي فاضيه كده، تمام؟ هيطلع فين؟ هيطلع في المكان اللي فوق ده. في الحاله اللي زي ديت هل الاتوم مستقره؟ لا. الحاله اللي زي ديت الالكترونات مش في مكانها. عارف انت لما تتاخر بالليل بره وماما تقعد مستنياك؟ ماما مش مستقره دلوقتي. غير مستقره يعني ايه؟ يعني هي قلقانه.
فالاتوم نفس الكلام، ان الالكترون بيسيب مكانه ويترانسفير تو هاير انرجي ليفل. في الحاله اللي زي دي هو اخد طاقه، هو اخد ايه؟ طاقه. عارف الطاقه دي بنسميها ايه؟ ايه يا مستر؟ كوانتم اوف انرجي. بنسميها ايه؟ كوانتم اوف انرجي، يعني كم من الطاقه، اسمه كوانتم. اسمه ايه؟ كوانتم انرجي. كلام جميل. اتنقل. الاتوم في الحاله اللي زي دي بنسميها ايه؟ بنسميها اكسايتد اتوم. يعني ايه اكسايتد اتوم؟ يعني اتوم بس مصارة. مصارة يعني عندها طاقة زيادة، عندها طاقة زيادة. دي الاكسايتد اتوم. اكسايتد اتوم، تمام؟ عندها طاقة زيادة ان الالكترون ساب مكانه وترانسفير لهاير انرجي، لهاير انرجي ليفل. فاهم الجزئيه ولا لا؟ طب انا هسالك سؤال، انت لما سبت بيتك وطلعت رحت مشوارك، هتقعد في المشوار ده على طول ولا هترجع تاني؟ لا يا مستر، هرجع تاني. فعلا الالكترون ده يروح سايب مكانه مره تانيه اللي هو طلع بيه فوق، وينزل يرجع لمكانه اللي تحت علشان يبقى مستقر. في الحاله اللي زي ديت الاتوم بقى اسمها ايه؟ ايوه، جراوند ستيت اتوم. جراوند ستيت اتوم، تمام؟ يعني اتوم طبيعيه، اتوم مش عندها طاقه زياده ولا اي حاجه، هي بطاقتها الكامده اللي عندها. وصلت؟ يبقى انت عندك دلوقتي نوعين من الاتوم، اتوم في الجراوند ستيت والاتوم الثانيه في الاكسايتد ستيت. امتى تبقى في الاكسايتد ستيت؟ لما تاخد طاقه من بره والالكترون يترانسفير لهاير انرجي ليفل. في الحاله اللي زي دي بقت اكسايتد اتوم. اكسايتد ايه؟ اتوم. الطاقه دي بتبقى على هيئه ايه؟ لايت، هيت، الكتريستي، اي نوع من انواع الطاقه اللي موجوده عند سيادتك، تمام؟ فبالتالي الكوانتم ده معناه ايه يا مستر اسلام؟ لما الالكترون خد طاقه وطلع لهاير انرجي ليفل، فكده ده اسمه كوانتم جين انرجي. طيب وهو فوق وعايز يرجع تاني للانرجي ليفل بتاعه، فده اسمه ايه؟ لوز انرجي. فالكوانتم هي الاماونت اوف انرجي لوست اور جيند، اللي اخدها الالكترون عشان يترانسفير تو هاير انرجي ليفل، او اللي فقدها الالكترون علشان يرتيرن باك تو اتس ليفل. تمام؟ تمام يا مستر. يعني الطاقه اللي هياخدها عشان يطلع للهاير انرجي ليفل، او الطاقه اللي هيفقدها علشان يرجع للانرجي ليفل بتاعه الاساسي. فدي معناه كلمه كوانتم. يبقى اماونت اوف انرجي لوزد اور جين باي ان الكترون وين ات ترانسفيرز from one energy level to another energy level، يا اما من فوق لتحت يا اما بقى من تحت لايه؟ يا اما من تحت لفوق، زي الرسمه اللي قدام حضرتك دي. هتلاقي الالكترون طبيعي ما فيهوش ادنى مشكله. في الجراوند ستيت نزلنا عليه طاقه، الطاقه هنا مكتوب كلمه فوتون، فوتون يعني لايت، تمام؟ تمام. الطاقه اللي نازله عليه دي هتسيبه مكانه؟ لا 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 لا، دي هتاخده وتعليه في الانرجي ليفل الاعلى، فبالتالي هيحصل له ترانسفير يطلع للانرجي ليفل الاعلى. فطلع للانرجي ليفل اللي فوق اهو، فبالتالي بقى اسمه اكسايتد ايه؟ اتوم. هيقعد كتير هنا فوق؟ لا، ده هيرجع تاني للجراوند ستيت بتاعته، تمام؟ معنى كلمه اكسايتد اتوم ايه بقى يا مستر؟ معناها يا مستر اسلام ات از اتوم ذات جينز ا كوانتم اوف انرجي، يعني هي اتوم اخذت كميه من الطاقه فالالكترونات بتاعتها طلعت لفوق. تمام تمام يا مستر اسلام. الالكترونيك كونفيجريشن، انت عارف يعني ايه الكترونيك كونفيجريشن؟ يعني ايه يا مستر اسلام؟ الكترونيك كونفيجريشن يعني توزيع الالكترونات يا صديقي جوه الانرجي ليفل، يعني كل انرجي ليفل هيشيل كام الكترون. زي بالظبط تكون طالع سفريه مع صحابك، يقول لك والله احنا 14 فرد، فبدل ما نروح ناخد السوبر جيت احنا ناجر عربيه تويوتا ونطلع بيها مثلا، يعني مثلا. فخلاص هي العربيه بتشيل كام؟ هتقدر تشيل 15؟ لا، هو احنا بنركب فيها 25 واحد بيركبوا فوق بعض، بس مش مشكله. هو لا، هي بتشيل 14، خلاص مش هتشيل غيرهم. مش هتشيل ايه؟ غيرهم. اهو نفس الكلام، الانرجي ليفلز اللي عند سيادتك ما بتشيلش غير عدد محدد من الالكترونز. طب وده انا هعرفه منين يا مستر؟ تعالى انا هعرفك. انت عندك الكي وعندك ال والام والان، احنا مش هنشتغل غير على الاربعه دولت، وهقول لك السبب كمان شويه. الكي، الكي ترتيبه كام؟ يعني هو رقم كام؟ رقم واحد، والال رقم اتنين، والام رقم تلاتة، والان رقم اربعة،
حلو قوي. شايف الارقام ديت ليها رمز، رمزها ان سمول اللي هو الترقيم بتاعهم او الترتيب بتاعهم. كلام جميل. طبعا بتوع تانية ثانوي ان شاء الله اللي داخلين تانية ثانوي هيعرفوا الان ده اسمه ايه، هو اسمه برينسيبال كوانتم نمبر، بس انا مش عايز اقول لك كلمه برينسيبال كوانتم نمبر عشان ما تتشتتش بس، تمام؟ لان دي حاجه جديده، انا كل الكلام اللي بقوله حاجات قديمه هتنفعك في اولى وثانيه، تمام؟ فلان دوت ترتيبهم. طب الكلام ده هينفعني في اولى جدا جدا، ده في مسائل التريكات، انت عارف التريكس كده بتاعت الاسئله بتاعت الكيمستري ديت هتبهدل الدنيا عندنا، تمام؟ فلان هي 1 و2 و3 و4، ده لان سمول، تمام؟ تمام. قال لك انت عندك قانون، القانون ده هو ايه يا مستر؟ 2 ان باور ل 2. فانت عايز تعرف عدد الالكترونز اللي موجوده في الكي، تطبق القانون ده. عايز تعرف عدد الالكترونز اللي موجوده في الال، تطبق القانون ده. الالكترونز اللي موجوده في الام، تطبق القانون ده. الالكترونز اللي موجوده في الان برضه تطبق القانون ده. طب ما تيجي نطبق، يلا. الكي بتشيل كام الكترون؟ هعرف منين الان بتاعت الكي بكام؟ بواحد. يبقى واحد باور 2 بواحد، في 2 ب2، يبقى الكي بتشيل 2 الكترون بس. ينفع تشيل 3؟ لا. ينفع تشيل 1؟ اذا كان عندها 1، تمام؟ يعني هي ينفع تشيل 1 او 2، ما ينفعش تشيل 3. ال ال يلا ال ان بتاعتها ب2، شيل ال ان وحط 2، 2 باور 2 4 باي 2 8، يبقى الاخت ديت بتشيل 8 الكترون. الام 3 يبقى 3 باور 2 9، 9 باي 2 18. الان 4 باور 2 ب 8 4 باور 2 انا اسف 16 باي 2 ها يبقى 32. خلينا اقول لك ان مفيش اي انرجي ليفل يقدر يشيل اكتر من 32، يعني الاتوم تبقى مستقره لما تبقى 32. عارف العربيات التيات اللي كان فيها ال 14؟ اخرها هتشيل 32، يركبوا فوق بعض وفوق الشبكه والكلام ده. يبقى مفيش انرجي ليفل يقدر يشيل اكتر من 32. يبقى الاول بيشيل 2 8 18 32. الكلام دوت يا مستر اسلام موجود؟ طبعا يا حبيب قلبي موجود قدامك بالتفصيل، اللي هو انا مفصص لك كل حاجه وكل الالكترونز اللي موجوده عندك. ناقص بس ان احنا نعمل الكترونيك كونفيجريشن. بنعمل الكترونيك كونفيجريشن لمين؟ ها؟ كونفيجريشن ده بيتعمل لمين؟ للالكترونز. اوعى تروح تعمله للبروتونز، والله العظيم ازعل. والله العظيم ازعل. للالكترونز. طب يا مستر ما الالكترونز والبروتونز واحد. انت صح، ده في حاله الاتوم. في حاله الاتوم. احنا لسه هناخد حاجه اسمها ايون، تمام؟ يلا يا باشا. الكترونيك كونفيجريشن بتاعت سيادتك، يلا. لو انا عندي الصوديوم مثلا، لو عندي الايه؟ الصوديوم ان ايه 11، وزع الكي، الكي بيشيل 2 لان انا عارف ان الكي بيشيل 2 الكترون. طيب كده باقي من ال 11 9 لسه. ال انا عارف انه بيشيل 8 اهو، بيشيل 8 الكترون كده. 2 و 8 10 ناقص 1، احطه في الام بقى 1. طب يا مستر ده الام بيشيل 18. ايوه بس انا معيش 18، انا معيش غير 1، حطه خلاص، حطه في الام وخلاص، تمام؟ فكده ده الصوديوم بتاع حضرتك كي ال ام. وصلت يا صديقي؟ وصلت يا مستر اسلام، ما فيهاش مشكله. تعالى بقى نبدا نشوف الاكزامبلز بتاعتها اهو. صوديوم 281. طيب بعد كده المغنيسيوم 12، الكي يشيل 2، ال ال يشيل 8 والام تشيل 2، السي ال 287. بعد كده النيتروجين مثلا 7، يبقى 25 بس، ما عنديش غيرهم. الاكسجين 26 بس، تمام؟ تمام. طبعا التوزيع الالكتروني دوت او الالكترونيك كونفيجريشن بالنسبه لسيادتك وما عندكش فيه مشكله بامر الله تعالى، لسبب ان الكلام ده انت درسته قبل كده كتير، يعني انت الكلام ده شفته قبل كده. ماشي؟ ماشي يا مستر اسلام. لو عندك مشكله في التوزيع قول لي على طول. خلي بالك بتوع ثانيه ثانوي هياخدوا توزيع ثلاث حاجات تانيين، يعني ثلاث طرق غير دي. الطريقه دي لغايه اولى ثانوي بس. ثانيه ثانوي بقى في طرق جديده، انت تاخد درس كامل اسمه الكترونيك كونفيجريشن او الكترونيك ديستريبيوشن.